دستور. سلطانة؟ سلطانة؟ حبيت أعرف شو سبب وجودك بالغرفة كل الوقت. قلقت عليك. شو هو مرضها؟ سلطانة ما في شي مهم، أخذ شوية برد. تقومي بالسلامة. شكراً مولاتي، سامحيني بس أنا ماني قدران أقوم. مو مشكلة عادي. في شي سلطانة؟ ما في شي، بس حبيت إني شوفك. مع فاية نورهان. محمد؟ نازلي. تفضلي سلطانة. كيفه جيهانجير؟ الأمير حب إنه يروح يشوف أخواته الأمراء. منيح. مو أنتي الحكيمة اللي عم تهتم بنورهان ولا أنا غلطانة؟ سلطانة أنا. قولي شو هو مرض نورهان؟ مثل ما قال سمو الأمير إنه أخذ. لا تكذبي، ملعونة. بتقولي الحقيقة ولا بخليهم يقلعوكي من وظيفتك ويزتوكي برا؟ والله أنا ما إلي ذنب يا سلطانة، سامحيني أنا ساويت اللي أمروني فيه. أصحك تقولي أي شيء غير الحقيقة. الله يخليك اسمعيني. أصحك تفتحي تمك بأي كلمة. أنت تجاوزتي حدودك كثير يا مريم. شو صاير يا سلطانة؟ ليش طردتي نورهان؟ يعني أنت ما بتعرف شو عامل؟ محمد والله ما دخلني. ما كنت متوقع منك تساوي هيك شيء. خيبت أملي فيك يا محمد. أنا ما عدت ولد صغير لتتحكم فيني. أنا قلت لك من الأول ما بصير تغلط. ليش من البداية ما أجيت لعندي؟ كنت حليت لك الموضوع. بس أنتوا الاثنين فضلتوا أنكم تشتغلوا من ورا ظهري. طيب ونورهان هلأ وينها؟ منيحة لا تقلق، بس من هلأ ورايح ممنوع إنك تشوفها أبداً. الولد نزل، شو اللي خلاكي تقلعيها؟ فهميني. شو اللي لازم ساوي؟ وإذا حاسس حالك صرت زلمة تصرف على هالأساس. وتحمل النتائج يا محمد. النقاش انتهى. سلطانة، أنا حبيت أحمي مستقبل أخي. بالأول أنت فكري كيف تحمي حالك يا مريم. أنت وأخوكي لازم تتعلموا ما تعملوا أي شيء من ورا ظهري. روحي على أوضتك.